السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحباء الطلبة والطلبات، أهلا وسهلا بحضراتكم معانا من باسط أكاديمي. مع حضراتكم البروف شتا من باسط أكاديمي، وهنشتغل مع بعض إن شاء الله بإذن الله أول شابتر من مادة الدراسة ثيوري أو نظرية اتخاذ القرارات. وأول شابتر مع بعض هنتكلم فيه بيتكلم عن نقطة مهمة جدا من أهم النقط الحديثة في مجال القرارات الإدارية، ألا وهي الجلوبلايزيشنز، أو بمعنى أصح زي ما إحنا بنقول إيه، العولمة. يبقى أول نقطة هنتكلم فيها كده مع بعض اللي هي الجلوبلايزيشنز، العولمة، ومدى أثر ظهور العولمة على اتخاذ القرارات، والانترناشونال لينكج اللي هو التواصل الدولي اللي بيتم ما بين مختلف الدول وبين مختلف المشاريع. أول نقطة هنتكلم فيها مع بعض السوشيال ميديا، ودور السوشيال ميديا ان هي توصل الامم ببعضها، ودور منصات التواصل الاجتماعي ان هي تقدر تنقل ثقافات وتنقل لغات مختلفة. تعال كده نشوف دور السوشيال ميديا، دور منصات التواصل الاجتماعي زي مثلا الفيسبوك وزي الواتساب وزي الانستجرام والكلام ده كله وزي تويتر. عايزين نشوف دور السوشيال ميديا وأثرها على التواصل ما بين الناس وأثرها على البيزنس ذات نفسه. قال أول حاجة، السوشيال ميديا قدرت إن هي changed the way in which people connect، قدرت إن هي تغير الطريقة اللي الناس بيتواصلوا بيها مع بعض. أيام زمان لما كان بيجي يحصل تواصل ما بين أي طرفين وكل واحد فيهم موجود في دولة معينة، كان بيتواصلوا مع بعض عن طريق الفون، كان بيتواصلوا مع بعض يبعتوا لبعض جوابات والكلام ده كله. النهارده نتيجه ظهور السوشيال ميديا اصبح طريقه التواصل سهله جدا، نقدر نتواصل بسهوله وبسرعه وباقل تكلفه عن طريق الواتساب، عن طريق انستغرام، عن طريق تويتر وهكذا. حاجه تانيه، changed global business strategy، بدات ان هي تغير الخطط الاستراتيجيه الخاصه بالاعمال ذات نفسها. ليه؟ لأن لما حصل توسع في السوشيال ميديا بدأ يظهر قدام الشركات إيه هي المناطق اللي محتاجة انفستمنت، وإيه هي المشاريع اللي ممكن تقدر تحقق أرباح عالية جدا ونقدر ننفذها. كمان بالإضافة إلى الكلام ده، قدرت السوشيال ميديا تخلق ستيبس وأفكار جديدة نقدر إن إحنا ننفذ بيها الاستراتيجيات بتاعة الشركة ونوصل لأهداف الشركة. حاجة تالتة برضو، قال ان السوشيال ميديا it changed the way in which international business is conducted، غير من طريقة تنفيذ المشروعات الدولية، غير من اسلوب تنفيذ المشروعات الدولية، بدأ ان هو يخلق استراتيجيات ويخلق افكار ويخلق اهداف جديدة للاستثمارات الدولية. رقم اربعة، impacted international diplomacy، بدأ برضو ان هو يأثر على الدبلوماسية الدولية. الاربع حاجات دول اثر السوشيال ميديا على الناس، واثر السوشيال ميديا على البيزنس، واثر السوشيال ميديا على المجتمعات الدوليه. طيب كل ده بيوصلنا نقطه مهمه جدا، ان السوشيال ميديا ده بدات تفتح لي حاجه مهمه جدا اسمها الكوميونيكيشن بلاتفورم، او زي ما احنا بنقول عليها منصات التواصل الاجتماعي. يبقى اذا نتيجه وجود السوشيال ميديا بدأ يظهر عندي حاجة اسمها الكوميونيكيشن بلاتفورم. عايزين نعرف بقى منصات التواصل دي بتعمل ايه، ازاي بتحدث عملية التواصل، وازاي بتقدر ان هي توفق وتساعد على انتشار الانترناشنال تريد، التجارة الدولية، وانتشار الانترناشنال بزنس. قالك اول حاجة ان الكوميونيكيشن بلاتفورم، منصات التواصل دي زي الفيسبوك، زي الواتساب، وزي انستجرام وتويتر، can be accessed by individuals and the group from any location. قال لي سهل جدا ان انت تقدر توصل لها وتقدر تتواصل عليها مهما كان مكانك فين وجنسيتك ايه. بمعنى ان ممكن شخص موجود في مصر يقدر يتواصل مع شخص موجود في امريكا بسهولة جدا، شركة موجودة في مصر تقدر تتواصل مع عملاء موجودين في غرب امريكا، وده سهل جدا. فمنصات التواصل الاجتماعي سهلت من عملية الوصول سواء كانوا افراد او كانوا شركات. حاجة تانية، قال لي ان الكوميونيكيشن بلاتفورم offers myriad opportunities for companies، بدأت ان هي تخلق فرص عديدة لمين؟ للشركات. to identify and target discrete groups، زي ما احنا اتفقنا كده مع بعض من شوية يا جماعة، قلنا ان نتيجة وجود الواتساب، نتيجة وجود الفيسبوك، ونتيجة اتاحة البيانات الخاصة بكل المشتركين على منصات التواصل الاجتماعي،
اصبح سهل جدا على الشركات ان هي تقدر تحدد مين الكاستمرز بتوعها وهتارجت عليهم فين وايه هي الفرص الجديده اللي ممكن تدخل فيها على مستوى العالم، سواء كان داخل الدوله بتاعتها او حتى بره حدود الدوله بتاعتها. الكوميونيكيشن بلاتفورم ساعدت على ريفولوشنايز ناتشرالز اوف مانجمنت، بدات ان هي تعمل ثوره في اسلوب الاداره وطريقه الاداره. ازاي؟ عن طريق ان هي بدات تسمح allowing direct interactions، تواصل بشكل مباشر ما بين البروديوسرز المنتجين والكونسيومرز. بمعنى شركات النهارده يا جماعه كلها اصبح ليها مواقع للمنتجات بتاعتها، واصبح لها ويب سايت للمنتجات بتاعتها، وكل الشركات تقريبا النهارده برضو اصبح ليها ويب سايت واصبح ليها منصات واصبح ليها صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي. النهارده انا مثلا لو انا داخل على شركه اديداس او شركه نايك على الصفحه بتاعتهم على الفيسبوك او على الصفحه بتاعتهم على تويتر مثلا، بقدر ان انا كمستهلك اتواصل بشكل مباشر جدا مع المانجمنت، تقدر من خلالها ان هي توصل لي. ايام زمان عشان اقدر اوصل للعميل ده انا كشركه كنت بتعب، بنزل اعمل سيرفي والف وادور عليه. النهارده وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الاجتماعيه سهلت من الموضوع ده، فاصبح وصول العميل للاداره او تواصل الاداره مع العميل اصبح امر سهل جدا. ده طبعا بيوفر من التكاليف، ده بيساعد الشركه ان هي تقدر تعرف ايه الديماند بتاعه العميل عشان تقدر تحققها له. حاجه الثالثه والاخيره والرابعه accelerates already rebate space of globalization and integration، سهلت من موضوع العولمه. ويعني ايه العولمه؟ ده بقى النقطه اللي احنا هنتكلم فيها. اول حاجه هنبدا نتكلم عن مفهوم المانجمنت ومفهوم الاداره، ونبدا نتكلم عن مفهوم جديد اول مره يقابلنا اللي هي الانترناشنال مانجمنت او الاداره الدوليه. طبعا يا جماعه احنا كلنا عارفين يعني ايه اداره، يعني ايه مانجمنت. مانجمنت معناها the process of completing activities with other people and other people. يعني اي مدير شركه النهارده او اي اداره شركه بيكون ليها تارجتس معينه وبيكون ليها اهداف معينه عايزه توصل لها. تمام، على سبيل المثال مثلا انا كمدير شركه التارجت بتاعي مثلا ان انا اكسب 1,000,000 ريال في السنه، ده مثلا التارجت بتاعي، وكمان اقدر ان انا اجيب 2,000,000 كاستمر او 2,000,000 عميل جديد، ده التارجت بتاعي. تمام، دور المانجمنت ودور اداره الشركه ان هي تقدر توصل للتارجت ده وتقدر تحقق الهدف ده. طب انا كمانجمنت او انا كاداره شركه عشان اقدر اوصل للتارجت ده وعشان اقدر اوصل للهدف ده اعمل ايه؟ هل انا هقدر اوصل عن طريق نفسي؟ قال لا، الشركه بتاعتنا عشان تقدر تحقق التارجتس والاهداف بتاعتها ده بيتم عن طريق الامبلويز الموظفين بتوعها، ده بيتم عن طريق الاكتيفيتيز الانشطه اللي هي بتعملها. فلما اجي اتكلم عن المانجمنت ولما اجي اتكلم عن الاداره ولما اجي اتكلم عن الاسلوب الاداري بتاع الشركه بقول ان الاداره دي معناها ان احنا هنعمل عمليه تخطيط للناس دي عشان نقدر نوصل الاهداف بتاعتنا. الاداره معناها ان احنا هنعمل عمليه اورجنايزنج، تنظيم وتوزيع المجهود بين الموظفين عشان نقدر ان احنا نوصل الاهداف بتاعتنا. الاداره معناها ان انا هعمل كنترولنج، هراقب الموظفين واشوف هل هم بيشتغلوا طبقا للخطه اللي انا عملتها لهم ولا لا عشان نقدر نوصل للتارجت بتاعتنا. وبالتالي النهارده الاداره هي عمليه اداره الانشطه داخل الشركه، سواء اللي بيتم عن طريق الناس او عن طريق استخدام البيبول او البشرز اللي موجودين عندنا عشان نقدر نوصل لاهداف الشركه. طيب في عندي بقى مفهوم اسمه الانترناشنال تريد او حاجه اسمها الاداره الدوليه. ايه الاداره الدوليه دي؟ قال الاداره الدوليه هي عمليه ايه؟ ابلاينج مانجمنت كونسبتس، هنبدا ناخد المفاهيم الاداريه كلها اللي هي التخطيط والتنظيم والرقابه اند تكنيكس ان ا مالتي ناشونال انفايرمنت. طبعا يا جماعه كلكم حضراتكم عارفين ان النهارده وده لسه موضوع هنتكلم عنه بدا يظهر عندي حاجه جديده اسمها الجلوبلايزيشنز اللي هي العولمه، وبدا يظهر عندي كمان حاجه اسمها الاسواق العالميه. قال لك مفهوم الاداره اللي احنا كنا ايام زمان بنطبقه على الشركات الصغيره وعلى المبادئ الصغيره اللي موجوده داخل حدود الشركه، النهارده نتيجه ظهور العولمه ونتيجه ظهور اسواق عالميه ممكن نستخدم المفاهيم ده ونطبقها على اداره الشركات الدوليه اللي بتعمل شغل على مستوى العالم. أنا النهاردة لما أطبق مبادئ الإدارة على العمليات التشغيلية اللي بتتم على مستوى العالم أنا كده بعمل حاجة اسمها International Management أو إدارة دولية.
حاجة تانية، الإدارة الدولية معناها عملية adapting، تبني المانجمنت براكتس، الممارسات الإدارية. ولما نقول الممارسات الإدارية هنا معناها كيفية وضع الأهداف، كيفية وضع الخطط، كيفية وضع التاكتكس اللي هنوصل بها الأهداف بتاعتنا to different، لمختلف الـ economic، political and cultural context. يعني إيه؟ يعني وأنا بشتغل شغل دولي بيقابلني اختلافات في الثقافة ما بين البلاد، بيقابلني اختلافات في الأوضاع السياسية بين البلاد، بيقابلني اختلافات بين الأوضاع الاقتصادية بين البلاد. أنا دوري كإدارة دولية إن أنا أقدر أشوف إيه هي الأساليب الإدارية وإيه هي الممارسات الإدارية المناسبة اللي أنا أقدر أستخدمها عشان أقدر أتعامل مع الاختلافات الثقافية والاختلافات السياسية والاختلافات الاقتصادية. هنتكلم عن المالتي ناشونال كوربريشنز، مين هي الشركات الدولية؟ طبعا كنا عارفين ايه هي الشركات الدولية. قلنا الشركات الدولية او المنظمات الدولية هي عبارة عن مين؟ قال لك المنظمات الدولية هي عبارة عن الشركات اللي بتشتغل داخل حدود دولتها ولا خارج حدود دولتها؟ قال لي لا، المالتي ناشونال كوربريشنز هي عبارة عن الشركات اوبريشنز ان مور ذان وان كانتري، بيكون لها شغل على اكتر من حدود دولة. زي مثلا لو قلنا شركة زي شركة اديداس مثلا، الشركه ديت بيكون لها شغل في مصر، بيكون لها شغل في السعوديه، بيكون لها شغل في الامارات، بيكون لها شغل في اوروبا، فدي شركه مالتي ناشونال. الشركات الدوليه ما بتعملش مبيعات داخليه، لا بتعمل انترناشونال سيلز، مبيعات دوليه. ولما نقول مبيعات دوليه ده معناه ان هي بتبيع على مستوى العالم ككل. ميكس اوف ناشوناليتي امانج مانجرز اند اونرز، بمعنى ان الشركات الدوليه الملاك بتوعها ما بيكونوش من دوله واحده، بيكون لها ملاك من مختلف الجنسيات، بيكون لها ملاك من مختلف الجنسيات. نفس النظام المديرين والإدارة بتوعها ما بيكونوش من داخل دولة واحدة، لا المديرين دول برضو بيكون من مختلف الجنسيات ومن عناصر مختلفة. حاجة تانية، بولي مانجرز are required to develop international management experts. هنا بقى نخلي بالنا ان الشركات الدولية اللي انا بديرها على مستوى العالم ككل لازم المدير بتاعها يكون مدير دولي، بمعنى ان هو يكون عنده معرفة وخبرة في تطبيق الادارة الدولية، بحيث ان هو زي ما احنا اتفقنا يقدر ان هو يدير الاختلافات الاقتصادية اللي موجودة بين الدول والاختلافات السياسية والاختلافات الثقافية. حاجة النقطة الثالثة اللي بعد كده بقولك increasingly coming from developing regions like China and India. التجارة الدولية دي يا جماعة والمالتي ناشونال كوربريشن، دايما الشركات ديت بتيجي معظمها من الديفلوبينج نيشنز، الدول النامية زي الصين وزي الهند، لأن الدول دي عندها قدرة تصنيعية كبيرة وبتقدر إن هي تنتج منتجات ذات جودة عالية، وبتقدر إن هي تنتج منتجات بأقل تكلفة ومنتجات متنوعة، فلازم إن هي تغزو الأسواق العالمية وتقدر إن هي توزع المنتجات بتاعتها على مستوى العالم. طيب أنا النهاردة كشركة لما أكون شغالة داخل حدود دولة واحدة يبقى أنا كده شركة ناشونال، شركة إقليمية. والشركة الإقليمية ده يا جماعة هي عبارة عن الشركة اللي بتكون شغالة داخل حدود دولة واحدة بس، شركة شغالة في مصر بس، شركة شغالة في السعودية بس، شركة شغالة في الكويت بس. أما الشركة اللي شغلها بيعدي حدود دولة واحدة بس، دي بتكون عند شركات انترناشونال، بتكون شركات ايه؟ دولية. والشركات الانترناشونال او الشركات الدولية ده عبارة عن الشركات اللي بتشتغل خارج حدود الدولة بتاعتها زي ما احنا قلنا مع بعض. قال لك في ربط مهم جدا بين مفهوم الشركات الدولية ومفهوم الجلوبليزيشن اللي هو العولمة او الانفتاح الاقتصادي. تعال نشوف ايه هو تعريف العولمة، يعني ايه الانفتاح الاقتصادي. قال العولمة the process of social, political, economic, cultural and technological integration among countries around the world. يعني قال هي عملية دمج، integration، تداخل لمين؟ للاجتماعيات او الظروف الاجتماعية بين مختلف الدول، للظروف السياسية او السياسات المختلفة على مستوى الدول، للأمور الاقتصادية على مختلف الدول، والأمور الثقافية على مختلف الدول، والأمور التكنولوجية على مختلف الدول. بمعنى إن العولمة دي معناها إن إحنا بنعمل خلط، بنعمل دمج، بنعمل تواصل ما بين مختلف النظم السياسية على مستوى العالم، ما بين مختلف النظم الاقتصادية الثقافية وهكذا.
بقول evidence can be seen in increased levels of trade. والدليل على حدوث العولمة وحدوث هذا الدمج بين كافة دول العالم ان احنا النهاردة بدأ يظهر مستويات عالية جدا من التجارة الدولية، بدأ يظهر مستويات عالية جدا من الكابيتال فلو، تدفقات رأس المال. وتدفقات رأس المال دي يا جماعة معناها ان بدأت حركة تبادل الاموال على مستوى العالم تتم بشكل كبير جدا. النهارده ممكن نلاقي مثلا ان الناس اللي موجوده في السعوديه والمستثمرين اللي موجودين في السعوديه ممكن ياخدوا جزء من اموالهم ويستثمروه في امريكا، يستثمروه في اوروبا. فعمليه تدفق راس المال ونقل راس المال ما بين دول العالم ده دليل على حدوث العولمه. حاجه تانية اللي هي الميجريشنز او الهجره، حدوث الهجره بشكل كبير جدا بين دول العالم، ناس اللي بتهاجر كندا، ناس اللي بتهاجر استراليا، ناس اللي بتهاجر امريكا. دي كلها ادله تثبت ان في النهارده عولمه وفي اندماج وتداخل بين مختلف الثقافات. في عنده مصطلح حلو قوي اسمه الانترناشناليزيشنز، تمام، اللي هي حاجه كده برضو زي جلوزيشنز، اللي هي يعني خلق العلاقات الدوليه ما بين الدول. As a process of business crossing nationals and cultures route. الانترناشناليزيشنز اللي هي الدوليه اللي بتحصل امتى؟ لو ان الشركه بتاعتنا شغلها عدى حدود الدوله اللي احنا موجودين فيها. يعني لو في شركه سعوديه موجوده جوه السعوديه فتحت لنفسها شغل في مصر او في الكويت، يبقى كده اصبحت شركه انترناشنال زي ما احنا بنقول. وبالتالي نطلع من النقطه دي ان العولمه حدوث انفتاح اقتصادي، تبادل صفقات، تبادل تكنولوجيا، تبادل المعلومات، تبادل انظمه اقتصاديه، حدوث اندماجات بين مختلف الجنسيات ومختلف الثقافات وتعاملها مع بعضها، ده ادى الى حدوث عولمة. وحدوث انفتاح اقتصادي مما أدى إلى حدوث internationalization اللي هي نشأة العلاقات الدولية وحدوث البزنس الدولي. طيب